اسمي هديل حمزة، أنا من كفر كنا، عمري 21 سنة، بتعلم بالجامعة المفتوحة إدارة أعمال واقتصاد. بلشت أشتغل هون بسنديانة الجليل بالبداية عشان أدعم حالي بالتعليم. عنا هون بالقرية فيش علاقة بين اليهود والعرب، يعني أنا لحديت 20 سنة ولا مرة بحياتي حكيت مع واحد يهودي. فلما اجيت لهون شفت انه اليهود والعرب سوا مع بعض، غير عن الاشياء اللي بنشوفها بالتلفزيون. يعني صار في الاصدقاء يهود وعادي، والطبع والوضع طبيعي وكل اشي ممتاز وماشي، بس بالتلفزيون بيعرضوا بس الاشي السلبي. هون عنا بالبلد بالشغل بعطوش سخار مينيموم، بعطوا اكل بكتير، 10 شيكل للساعه او 12 شيكل للساعه. فانا مثلا مش مستعده اشتغل بهيك معاش، فبدهن يصيروا يدوروا على محلات برا، وفي اهالي بيقبلوش انه بناتهم يطلعوا يشتغلوا برا. هذا التسلط الذكوري بعد موجود، فبتامل انه الاشي ينتهي، انه البنات يطلعوا يشتغلوا غير انه يتعلموا، لانه صحيح بدعموهم للتعليم بس للشغل مش كتير بدعموا.